كل الشكر للزميل عبد العزيز درويش على هذه التغطية الجميلة والمميزة، وأيضا شبابنا المبدعين سعود ومحمد، وعلى هذه الأجواء الجميلة وهذا التحدي، خصوصا أنها لعبة جميلة ومميزة تجمع ما بين المهارة والذكاء، ومن المواهب الشابة إلى مواهب شابة أخرى في التمثيل والمسرح. خلونا نشوف معكم مشاهدينا الممثل عبد الله البلوشي وبعض من أعماله. ولا مشاهدينا نرحب بالممثل الشاب عبد الله البلوشي، حياك الله معنا في بعد السادسة ومنورنا اليوم، شفنا بعض من أعمالك الجميلة والمميزة أكيد، والقادم أجمل بإذن الله. بالبداية، ماذا يعني لك حصولك أيضا على جائزة أفضل ممثل دور أول من خلال مهرجان أيام المسرح للشباب 13؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حاب أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة وعلى هذا التقرير الأكثر من رائع، وحاب أشكر أسرة برنامج بعد السادسة على هذا التقديم الحلو وهذا البرنامج الجميل. إذا بتكلم عن الجائزة فهي جائزة يعني تعني دعم الكبير لكافة الشباب اللي كانوا منافسين في هذا المهرجان، وهي يعني شيء كنا احنا يعني نتمناه طول فترة ممارستنا هذا في هذا المهرجان، والحمد لله حصلنا عليها. الحمد لله أنا حصلت على جائزة أفضل ممثل دور أول في أول مشاركة لي في مهرجان الشباب. نعم، أيضا عبد الله شلون انعكست عليك هذه الجائزة والجوائز اللي خذيتها وتنعكس على دعم المواهب الشبابية اليوم الكويتية؟ أمانة وهو يعني هذا تقدير، وإحنا اليوم كشباب في هذا السن إحنا ناس قاعد نحاول نكافح ونقدم أفضل ما عندنا، متمنيين الدعم والتقدير فقط لا أكثر ولا أقل، والتقدير ليس بالضرورة يكون مادي، إنما تقدير يعني بمعنى كلمة تقدير كالجائزة وكل كلام الحلو وكل استضافة هذه اللي حصلنا عليها ولله الحمد، فهو شيء جميل الحمد لله كنا نتمناه وحصلنا عليه، ويا رب القادم أفضل إن شاء الله. بإذن الله تستاهل كل خير. أيضا ودنا نعرف من وجهة نظرك شلون تشوف أيضا المسرح والشباب في الساحة الكويتية؟ والله المسرح في تطور بشكل كبير من ناحية الأعمال الأكاديمية سواء أو الأعمال التجارية المقدمة الآن، في تطور كبير من ناحية طرق التمثيل، من ناحية القصص المطروحة، من ناحية التقنيات، فهذا شيء إيجابي ويدل على أن إحنا ولله الحمد سالكين منحة طيب الحمد لله. نعم، إحنا بنتكلم وياك أيضا عن أول عمل لك اللي هو لا موسيقى في الأحمد، يكلمنا عن هذا العمل أيضا وشنو يمثل لك كونه أول عمل؟ هذه تجربة أفتخر فيها وراح أتم أفتخر فيها طوال عمري، لأنها التجربة الأولى لي على مستوى الدراما، ومن خلالها ابتدأت الانطلاقة من خلال الدراما أيضا. نعم. وهذا بالنسبة لي أنا ولله الحمد يعني كنت محظوظ ووفقت في أن أول تجربة لي كانت مع أستاذ أبو عبد العزيز أستاذ محمد دحام الشمري. نعم. واحتكيت في نجوم كبار أمثال بطلال الأستاذ جاسم النبهان وأسامي عديدة يعني، فهذه تجربة أنا افتخر فيها وإنجاز هي بالنسبة لي ولها متعتها الخاصة. نعم، خلينا نتكلم شوي أكثر عن العمل الدرامي، شلون تشوف أيضا دعم المواهب الشبابية الكويتية في تجسيد الأعمال الدرامية بشكل أن ينمي قدراتهم ومواهبهم أيضا؟ الآن يعني الحمد لله في توجه جديد من ناحية الجهات المنتجة والشركات المنتجة. نعم. صاير الفوكس أو الاسترس على المواهب الشابة أكثر من النجوم، مثل ما احنا نشوف في سياق رمضاني الحين عندنا أكثر من 20 مسلسل 15 مسلسل، الغالب على هذه المسلسلات أغلبها وجوه جديدة وشباب جديدة، فهذا شيء يبشر بالخير لنا احنا كشباب بأن الفرص قاعد تتوارى سنة ورا سنة ورا سنة. نعم، دام تكلمت عن رمضان عيال، احنا ودنا ايضا نعرف مشاهدينا عن اعمالك ان شاء الله القادمة برمضان، واذا راح يكون لك دور في مسلسل نوح العين، فخلمنا عن هالمسلسل هذا، وعندك ايضا مسلسل ثاني راح تشارك فيه عدل؟ صحيح. نعم. المسلسل بلاغ نهائي. نعم. اخراج الاستاذ سلطان خسرو. وانتاج شركة ماجيك لينز، ان شاء الله راح يقدم في رمضان. نعم. وايضا مسلسل نوح العين. أيوة. مشارك فيه انا ايضا، يضم كوكبة من النجوم.
وان شاء الله يا رب الله يقدرنا نكون يعني على حسن الظن ونقدم شيء حلو يا رب باذن الله. انت ما تبي تتكلم اكثر، تبي تخليها مفاجاه. هي هي مفاجاه امانه خارق للعاده للمشاهدين انهم يتشوقون اكثر، وبالفعل الكل متشوق للاعمال ان شاء الله الرمضانيه، ونتمنى لك التوفيق في هذا العملين. خلينا نتكلم شوي عن الزمن، ولو نرد وياك الى الزمن والى اعمالك في مسلسل ايضا عيال المباركيه اللي جسد شخصيه رياضيه اللي هو جاسم يعقوب، هل كنت ايضا على قناعه بانك تجد هذه الشخصيه لهذا النجم باعتباره لاعب سابق في نادي النصر، باعتبارك انت لاعب سابق؟ صحيح. نعم. هذا هو تحدي قمت بخوضه، بان انا اليوم في سن العشرين سنة وأنا ما زلت طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية، تقدم لي شخصية بهذا القدر وبهذا الكم، حقبة كاملة مسخرة لإنسان يعني وضع بصمته بشكل كبير. اليوم نتكلم عن الكابتن جاسم يعقوب، لو أبطلع بمشهد واحد في شخصية هذا اللاعب الكبير فهو هذا تحدي وشيء مربك في حد ذاته. فهذا التحدي كانت لا أحداث كثيرة قصص يعني كانت فيه، وخصوصا أن أنت بعد كانت لك تجربة أيضا في نادي النصر، يمكن كانت عندك خبرة رياضية. صحيح. عبد الله صحيح، أنا يعني في السابق أساسا كنت لاعب كرة قدم، لين ما انتهى فيني المطاف يعني فقدت هذا الشغف تجاه كرة القدم، وتوجهت صدفة إلى المسرح وخذت هذا المجال واستمريت فيه لين ما درست في المعهد العالي للفنون المسرحية. أنا الآن طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل والإخراج، آخر سنة لي إن شاء الله، وتوارت من عقبها الأعمال إلين ما وصلت. نعم. لهذه المرحلة المتواضعة. نعم، عسى الله يوفقك إن شاء الله. إذا حاب أيضا توجه كلمة أخيرة بمناسبة وجودك ويانا أيضا في برنامج بعد السادسة. أنا حاب أشكركم كثير الشكر على هذه الاستضافة الجميلة والراقعة والمشرفة، وحاب أوجه كلمة للشباب اللي في سني، خلوا عندكم طموح عالي، خلوا عندكم إيمان بالله قوي، ومهما كان حلمكم وطموحكم الجؤوا له وقاتلوا عشانه، وإذا ما يتلكم الفرصة أنت وصنعوا الفرصة بيدكم وراح تنالون مرادكم إن شاء الله. نعم، كل الشكر لك على هالكلمات الجميلة أيضا، وهذه رسالة توجهها للشباب اللي نتمنى أيضا دائما بالفعل يحققون كل طموحاتهم وأهدافهم بالمستقبل. كل الشكر وتقدير للفنان عبد الله البلوشي على وجود اليوم معنا في بعد السادسة. وبكذي وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أنها حازت على رضاكم وإعجابكم، ونشوفكم بإذن الله غدا بنفس التوقيت. مع السلامة. كل الشكر وتقدير للزميلة أماني وأيضا ضيفها الكريم. بهذا نكون قد وصلنا معكم لختام هذه الحلقة، نلتقي معكم إن شاء الله في الغد. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.